مرحبا سارة. مرحبا زينة. واو، شو هالتياب الحلوين. شكرا، انت كمان تيابك حلوين. شو رأيك بهالشال يلي لبسته؟ بصراحة حلو، بس مش مع هالتياب يلي لبستيهم. ايه كيف مش حلو؟ هيدا ماركة ونوعية ممتازة. ايه بس لونه مش حلو مع تيابك. مش مزبوط، وانت تيابك مش حلوين ابدا. ليش زعلتي مني؟ ليش سألتيني اذا ما بدك تسمعي رأيي؟ انا مش بحاجة لرأيك. طيب اذا هيك انا كمان مش بحاجة لصديقة مثلك. شو في يا سارة؟ ليش كان طالع صوتك انت وصديقتك؟ سألت عن رأيها بالشال؟ قالت لي انه مش حلو. قالت لك مش حلو؟ قالت لي انه حلو بس مش مع تيابي وراحت. ايه؟ انا بعتقد انها بتغار مني لانه انا تيابي اجمل من تيابها. انا شايفه هالشال كتير حلو مع تيابي. سارة انت بتعرفي قديش زينة بتحبك، وانا بعرف قديش انت كمان بتحبيها. انا اكيد انها ما بتغار منك، بالعكس كانت صريحة وبكل بساطة كانت عم تقلك وجهة نظرها. كيف يعني وجهة نظرها؟ يعني هيدا رأيك، انت شايفة انه هالشال حلو مع تيابك، بس مش بالضرورة انه انت يكون معك حق، ولا بالضرورة انه هي يكون معها حق. كل واحدة منكم بتفكر بطريقة مختلفة عن التانية، وهيدا بسموها وجهة نظر. كيف يعني يا بابا؟ رح خبرك قصة كرمال تفهمي أكتر. كان في بنت صغيرة عم تمشي بالغابة وشافت عصفور واقف على الأرض، فكرت أنه عنده مشكلة، ليش مش واقف على الشجرة أو عم يطير؟ فمسكته وأخدته معها على البيت، حممته وحطته بقفص مع أكل ومي، وضل هيك العصفور حوالي الأسبوع. بس شعرت أنه مش فرحان كتير بالقفص، فقررت أنه تفتح له باب القفص كرمال يطير شوية داخل الغرفة. فخرج من القفص وصار يمشي على الأرض بلا ما يطير، ففكرت أنه ممكن جو الغرفة ساخن وعم يشعر بالحر، ففتحت له الشباك، وإذ العصفور بطير وبيهرب من الشباك. حزنت كتير البنت وضلت تفكر فيه كل يوم نهار وليل، خايفة أنه يكون صار معه شيء مش منيح، لأن هي كانت عم تفكر أنه هو مريض. وراحت بعد كم يوم تمشي بالغابة، فبتلاقي نفس العصفور واقف على الأرض عم يأكل، وبس شافها طار وواقف على الشجرة وصار يصوفر. شعرت البنت كأنه عم يغني لها، فرجعت على البيت هي ومرتاحة بأنه العصفور منيح وفرحان. كتير حلوة هالقصة يا بابا، بس ما فهمت شو خاصة بوجهة النظر. رح خبرك نفس القصة من وجهة نظر العصفور، يعني كيف هو شاف أنه الأمور صارت معه. كان في عصفور عايش بالغابة فرحان كتير، ينزل يمشي على الأرض من وقت لوقت كرمال يصطاد حشرات ويلتقط ثمار بتسقط من الأشجار ويتغذى منها. وبيوم من الأيام اجت بنت من خلفه بلا ما يشوفها، مسكته وأخذته على البيت، حممته وصارت ريحته غريبة غير عن ريحته بالغابة يلي بحبها، وحطته بقفص وبطل فيه يتحرك منيح وبطل عنده حرية، والأكل ما كان لذيذ مثل بالغابة. وبيوم من الأيام فتحت الشباك، فقرر أنه يهرب ويرجع على الغابة كرمال يعيش حر وفرحان. بابا بعتقد فهمت عليك، البنت كان قصدها تعمل شي منيح، وبنظرها أنه العصفور كان مزعوج أنه مريض وهي عم بتحاول تحسن له حياته. بس من وجهة نظر العصفور كان شايف أنه البنت شريرة لأنه أخدته على البيت ووضعته بقفص، ما أنه كان قصده تعمل منيح معه. صحيح يا سارة. كل واحد حسب كيف بشوف الأمور من ناحيته، هيدا بسموها وجهة نظر. أوكي بابا بشكرك، يعني زينة معها حق وأنا كمان كان معي حق. نعم. بس كل وحدة بتشوف الأمور بطريقة مختلفة، صحيح؟ صحيح يا سارة. طيب بابا عن إذنك أنا بدي روح أعتذر من زينة وأحكي معها. برافو عليك. زينة
ايش طلع عندك صديقتك؟ سارة شو عم تعملي هون؟ زينة انا بعتذر منك لاني زعلتك هديك الساعة، وحب اعطيكي هالشال لانه عجبك. انت صديقة كتير مميزة وبشكرك لانك قلتي لوجهة نظرك بكل صراحة. انا بسامحك وبشكرك كتير على الشال، بس شو يعني وجهة نظر؟ خليني خبرك قصة حلوة عن بنت صغيرة وعصفور. كان في بنت صغيرة عم تمشي بالغابة وشافت عصفور واقف على الأرض وراحت تعمل